صباح يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2017، كانت وجهتنا ريجيس ويج. منها بدأ ذلك اليوم الجميل. ريجيس ويج، حيث الطبيعة رتبت نفسها، إنه الجمال بصدق. حتى الحيوانات الجميلة التي قلما توجد تجدها هنا تفرح وتمرح، إنها الروعة بصدق. أردنا أن يشهد جمال ريجيس ويج على أولى حلقات برنامج مع الأصدقاء. برنامج الأصدقاء كما عهدتم دائما. برنامج مع الأصدقاء يبدأ هذا اليوم هنا من ريجيس ويج، كما عودناكم دائما أن أول حلقة إن شاء الله ستكون من ريجيس ويج، وهذه الحلقة سنستضيف ضيف عزيز، صديق عزيز، هو الآخر له حكاية وأراد أن يجسد هذه الحكاية بريجيس ويج. الحاج علي واللعبي، سؤال، أخبرنا عن حياتك وعن طموحاتك المستقبلية، عرف المشاهدين عليك شخصيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا أشكر الأخ محمد البان على هذه الضيافة في برنامج الأصدقاء في ريجيس ويج، اللي من أروع المناطق في مدينة طينطا. أولا حياة دراسة وطموحات مستقبلية، بالنسبة درست في ابتدائية الأنوار وحصلت على شهادة ختم دروس طبعا 2007 2007 ودرست في عين ضرب سنتان، وثم ذلك ذهبت باب إلى أنوار صوت على شهادة ختم الدروس الإعدادية، وكانت ذلك 2012 وعشرة في بكالوريا، ولكن للأسف لم يحالفك الحظ بعد. أرجو إن شاء الله وسائل سنة وسائل قادمة. كم عمرك أنت الآن؟ الحمد لله عمر الآن 26 سنة، وبما يخص مرحلة ما هو يعني الذي تريده للمستقبل؟ في المستقبل فيه ياس مشي مليئة مليء بالأفكار، مشحون مشحون مستقبلك كمدر الطب والعسكر. طبعا أنت كنت تدرس بكالوريا شعبة العلوم الطبيعية، شعبة العلوم، وذلك أفكر في الطب وحب ملي الطيران بما يخص الطيران العسكري ومارين بحرية ومارين بحرية. أنت في مدينة الأنوار، هذه المدينة ماذا تمثل لك هذه المدينة الغالية؟ مدينة الأنوار مدينة غنية مع التعريف، وبما يخص بما تخص لمدينة الأنوار، وكما يخص كما تخص الأم للابن، هي كل شيء. يعني ما فهم عبارة قد تحصر كلمة
الامتنان والله المعز اللي تعزيت له. عبيد مرة مر بمرحلة، هذه الأيام كانت هذه المرحلة نقل نوعية في حياته، وهو طبعا هذه المرحلة تمثلت في فقدان أمه العزيزة الغالية، والتي كانت أما لنا بل وأم العالم كله في مدينة الأنوار. طبعا سيعرفنا القصة الكاملة وكيف تلقى هو هذا الخبر المحزن والمفجع، كيف تلقت هذه وكيف كانت هذه الصدمة نوعية وقاسية عليه. فليتحدث. بما يخص قلت أن الصدمة كانت هي أصدم شيء يدري وعود وجود في حياته كاملة. كنت أنا لك واحد كنت يعني كونكتي واحد كونكسيون واتساب كيني جيت ومدي قال لي بنومي قالت لك الوالدة تلفن لها ساعة تلفوني طابي درتها بالشرط إذا قلت لي نصلي التراوح إذا قلت لي لقع ماني مصلي التراوح لأني أتلان عنه مشيتني لين دي إذا قلني رجعت التلفوني لين كونكتي أثناء كونكسيون يعني أحد الإخوة أخبرني بوفاة الوالدة وكانت من أصدم شيء أشتو بحياتي بما يخص قاع سنة 2017 كانت سميها لسنة الحزن من بدايتها إلى وسطها. طبعا هذه الصدمة التي انتابت الحاجة لم تكن الحاجة لوحده هو من صدم في حياته، بل كانت نقل نوعية هي الأخرى في حياتنا. الحاج أخبرنا طبعا عن ما هي طموحاتك، ما هي أسرتك بعدما تنفقد أمك، ما هي طموحاتك أنت ترى أسرتك بعد يعني بعد الأم شفت ما فهم شيء، ما فهم قاع حد يمثل يعني قيمة الأم والأسرة بعد فقدان، ولكن تقول كل ما تطمح عليه وكل ما يتجلى في أفكارك أنك ترد أختك موحدة وخلاص وفهم التزام وأخوة والتماسك بين الأخوة ولكن عدم تشتت جميل. الحاجة اللي تكلم ربما لكم لم تفهموا أن هذه السنة 2017 كانت حزينة طيلة حياتي، كانت ذلك عبارة عن أنه تلقى صدمة في بدايتها، وكانت ذلك من طرف أن فقد شخصا عزيزا عليه وظاليا، وهي طبعا حبيبته الغالية فقدها في بداية 2017، ومثل ذلك نقلة نوعية في حياته هو الآخر، كما سمى هذا العام عام حزن فأنا أيضا أسميه عام فرح، ربما كان ذلك بداية خير يتسامى له إن شاء الله وله وله إن شاء الله. الحقيقة الحاج أيضا وجب سؤال أن نطرح عليك سؤالا، وهو عن الشخص الذي مثل هو آخر نقلة نوعية في حياتك وفقدته بداية 2017، وانطلاقا من هذا سميته عام حزن لك، ما هي مثلا أخبرنا ولو بسقة عين أو شيء من هذا القبيل عن هذه الحياة أو عن شيء من هذا. سميت 2017 عام حزن من بداية الوسطى النوعية الأولى شكلها ما لا يقارن لقاع بفقدان الأم، ولكن بدايتها يعني أولى ما أولى شخص علي كنت أحبه كان كل حياتي ونتمنى في المستقبل نتمنى هو اللي يعود إن شاء الله هو يعني في الأسرة المستقبلية يعني هي الحكاية. طبعا سترون أن الموضع قد تغير، غيرنا المكان حتى لا تكون الحلقة مملة، غيرنا المكان حتى نريكم جمال إريجي سوية. الآن سنطرح سؤال وهو سؤال بمنتهى الروعة، وهو سؤال عن الموسيقى المفضلة بالنسبة للحاج. سوف طبعا يخبرنا ثم نستمع إلى تلك الموسيقى مع روعة جمال سويقة إن شاء الله، مع روعة جمال إريجي سويقة في إن شاء الله باستماع إلى تلك الأغنية. أفضل أغنية عندي والله يعني أزين أغنية لأسمعها لك عندي أغنية إذا نستمع إلى أغنية تكفيت في جمال روعة إريجي سويقة.
إذن بعد الاستماع إلى الأغنية باح لنا أن نودع برنامج الأصدقاء الذي كان مع الصديق العزيز الحاج علي والعبيد الذي شرفنا اليوم بحضوره في برنامج الأصدقاء. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أيضا إلا أن أشكركم أنتم ضيوف المشاهدين وضيفي العزيز الحاج علي والمصور العزيز والقادر والموهبة الصاعدة إن شاء الله في التصوير وعالم الفن وعالم التكنولوجيا محمد المهدي والشياتي الذي أشرف على تقديم هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله إلى أن ألقاكم في برنامج مع الأصدقاء في حلقة أخرى مع أحد الأصدقاء الروعة.